فبين الأردن ولبنان لا يوجد مسافة، وإذا كان هناك مسافة فهي مسافة بنود. السلام على الأردن وملك الأردن وحكومة الأردن وشعب الأردن. السلام عليكم جميعا. أطيب اللقاءات ما كان بين أحبة يتشاركون تاريخا واحد والهم الواحد والمصير الواحد. فكيف إذا كان هذا اللقاء جاء بدعوة من كرام وأهل وفاء فهي لا تصد ولا ترد. فلكم الشكر مرفوعا من قلب محب إلى قلوبكم جميعا. أنتم الذين تعملون في عالم الثقافة الرياضية كي تتحلى الرياضة بنداوة الروح وبقلب يحمل المحبة والوفاء. الشكر لكم لأنكم تكرمون جيلا من العطاء والغيارة تمرس بالعطاء وأرسى قواعد التلاقي على أسس الحب والصدق والعطاء. الشكر لكم لأنكم أهل وفاء، لأنكم لا تكرمون أشخاصا بعينهم فحسب، بل تكرمون الذاكرة والتاريخ والجذور. شكرا لكم من أعماق هذا القلب.